أمي الشوايل، قصة البنت اللي تقدمت قربان للشيطان، أقرب الناس إلى رماها ببئر عميق ما لقاها أي حدا مع كثرة البحث المكثف ولمدة 40 يوم. ولما لقوها أهل القرية كانت الصدمة، كيف صار هيك؟ وليش عمل فيها أقرب الناس إلى هذا التصرف؟ كيف عاشت بالبئر؟ شو لقوا أهل القرية بس لقوها؟ كل هذا رح نتعرف عليه بفيديو اليوم. بس قبل ما أبلش بالقصة، ما تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك إشعاري بكل إشي بنزله. وهسه خلينا ندخل بتفاصيل اللي صار. هاي القصة صارت بالسودان قبل 5 سنين، واللي كان شاهد عليها كل أهل القرية، ونهايتها كانت صعبة لدرجة إنها أثرت على كل أهل القرية وعلى أغلب على كل الوطن العربي. فمين هي وشو هي قصتها؟ ريا هي طفلة سودانية من قرية بوسودري. ريا كانت تشتغل مع أبوها كل يوم الصبح بالغنم، تأخذ الغنم وبتلف فيهم بالقرية وبتظل تحرسهم، وبيوم رجعت مع الغنم بالليل وبلشت تعد فيهم لتكتشف إنهم في 4 ناقصين أو 4 اختفوا منهم. ريا بوقتها خافت كثير لأنها بتعرف شو هي عصبية أبوها. راحت لفت القرية مرة ثانية عشان تدور عليها، بس كان كل اشي على الفاضي لانها ما لقت اي اشي. رجعت وكانت بتفكر كيف راح تحكي لابوها. راحت عليه وهي قاعدة بتعيط، ولما سألها عن السبب حكت له انها ضيعت 4 من الغنم اللي كان موجود معها. وهنا كانت ردة فعل الاب المرعبة، فظل يضرب فيها لاكثر من 30 دقيقة لحد ما هو نفسه تعب من هذا الاشي. بعد حكالك انت في عندك خيارين، الاول انه راح يقتلها ضرب، والثاني انه يعطيها فرصة لانها تعيش، ولكن مش بالبيت، في بئر معروف عنه ومشهور بانه مسكون بالشياطين والارواح. وكثير من الناس اللي عايشين بالقرية سمعوا اصوات من هذا البئر. ريا اختارت انه يرميها بالبئر، وابوها بدون رحمة اخذها عليه. وعلى قد ما هو البئر عميق، يعني اذا ما ماتت من الخوف بتموت من الوقعة فيه، فحملها ورماها فيه. رماها وهو مش مهتم شو ممكن يصير فيها. وبعد ايام بلش يحكي عن غياب بنته وانه خايف عليها، ولا كمان طلع يدور عليها. كل القرية تضامنت مع الاب لا وتبرعوا له بسبب انه خسر بنته. بهذيك الفترة بلش ينتشر حكي عن الاب انه هو ساحر، بس بوقتها ما حدا كان متخيل انه ممكن يقتل بنته. ريا لما وقعت بالبئر مسكت بجذع شجرة طالع من نص البئر، فساعدها على التخفيف من قوة سقوطها اللي كان عمقه 38 متر لتنزل باخر البئر وهي عايشة. مر اكثر من اسبوع على اختفاء الطفلة، وبيوم كان يلعب مجموعة من اطفال القرية قريب من البئر سمعوا صوت جاي منه. كانت ريا بتصيح بأعلى صوت عشان يسمعوها. تأكدوا من الصوت ومن الخوف رجعوا على القرية وحكوا لأهليهم عن كل اللي صار، فحكوا له منهم ما يرجعوا يقربوا من البئر. مر أكثر من 40 يوم ولا حدا كان قادر يقرب من البئر إلا شخص واحد. قرر بيوم إنه يروح عليه ويستكشف شو قاعد بصير غاد. هذا الشاب اسمه عبد الخير. لما قرب وصار ينادي سمع صوت جاي من البئر، فرجع بسرعة لأهل القرية وحكى لهم كل إشي سمعه، وقال إن الصوت اللي جاي من البئر هو صوت فعليا إنسان. فأقنع أهل القرية عشان يساعدوه ليروحوا للبئر، وراح أكثر من 30 شخص ليسمعوا نفس الصوت اللي حكى عنه عبد الخير. جابوا حبل ونزل عبد الخير يشوف شو في جوا البئر، وشاف ريا وهي عايشة. ما صدق اللي شافه بس مسكها وسحبها معاه، لينصدموا كل اهل القريه من اللي شافوه. وتخيل انه العقارب كانت معششه بشعرها، فاهل القريه قصوه وحرقوه. ولما عرفوا هويه الطفله راحوا كلياتهم ليحكوا لابوها ويفرحوه، وراحت الشرطه عشان تحقق بالموضوع او باللي صار. فحكيت لهم الطفله بكل اشي صار معها، انه ابوها نفسه هو اللي رماها. ابوها انكر هذا الاشي، ولكن كل اهل القريه كانوا مصدقين هذا الاشي او انهم مصدقين ريا، لانه روايه الاب كانت متناقضه، والاغلب اتهموه بانه قدمها قربان للشيطان. ولما تشافت ريا قدمت بطلب رسمي عشان يسامحوا ابوها، وانه هي سامحته على كل اشي صار. بالتحقيق معها انسألت انه كيف قدرت تتحمل تظلها عايشة 40 يوم بالجوع، والجواب كان غريب نوعا ما. قالت انه باليوم الاول نامت بين الهياكل العظمية، وبعد هيك كانت تصحى فجأة لتشوف شخص لابس ابيض طالع منه نور مغطى على ملامح وجهه، وكان بيجيب معاه اكل كل يوم لهاي البنت. فكانت تنام اول ما تحس بالجوع، لانه هذا الشخص ما كان يجي الا بس تنام. وبعد سنة ريا تجوزت وعاشت سنة بعد كل هاي الاحداث، وماتت فجأة بسنة 2015 بسبب مرض الصرع. بين عليها من اللي صار معها، ليكون اللي صار اغرب من الخيال. هسا حسب وجهة نظري انا، فانا على الاغلب انه انا مش مصدق الموضوع، وشايف انه هالاشي قصة من الخيال، او انه هو صار بس ما صارت نفس هاي الاحداث بالضبط. فحاسس انه على الاغلب انهم مخترعين هاي القصة، يعني انه هي صارت بس مش نفس هاي الاحداث بالضبط. فبالنهاية انا بكون جبت لكم قصة وسردت لكم اياها، وانت بالنهاية لك حرية انك تصدق الموضوع او انك تكذبه. فانت حسب اللي فهمته من القصة اكتب لي رأيك تحت بالتعليقات. المهم قبل ما تطلع من الفيديو ما تنسى انك تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك اشعار بكل اشي بنزله. وانا اسف جدا انه انا صار لي كثير 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 مش مصور، بس صارت معي كثير ظروف ما سمحت لي انه اعمل هذا الاشي. وبس والله، كان معك حمود شريم، بشوفك بفيديو جديد. سلام عليكم.
Thank you.